اتكلم مع اليهود واداهم مثل بتاع الكرامين. فالآية اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي قالها السيد المسيح ليهم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمره. أمة تصنع ثمره. إيه اللي بيطلب منا ربنا النهاردة؟ نقدر نقول 3 حاجات. 3 يه. أول حاجة يسمع، أمة تسمع أو يسمع، الإنسان يسمع. وتاني حاجة الإنسان يحفظ. وتالت حاجة الإنسان يعمل. هو بيطلب كده من الكرام اللي عنده يعمل 3 حاجات: يسمع ويحفظ ويعمل. لما الإنسان يسمع أول حاجة يبقى بيصير تلميذ. ونسمع عن الكنيسة الأولى كان يدعى تلاميذ كلهم. تلميذ يعني متواضع، تلميذ يعني عايز أعرف، تلميذ يعني عايز أسمع وأتعلم. فمين القائد بتاعي؟ السيد المسيح. أسمع منه. يقول لك الله اختارنا، هو اللي اختار الكرامين، هو اختارنا نكون مسيحيين، نكون أبنائه، وأقامنا لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. عايزنا قديسين أمامه بلا لوم في المحبة. عشان كده لازم نشكر ربنا لأنه اختارنا. يقول كده الكتاب المقدس اللي عايز حكمة يطلب من ربنا فيعطي الجميع بسخاء ولا يعير. عايز حكمة اطلب من ربنا. وعندنا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. سليمان طلب حكمة وربنا اداله حكمة عظيمة. بس يسبق الحكمة ايه؟ صلاة. هنتكلم عليها كمان شوي. مين تاني طلب من ربنا؟ يعقوب ابو الاباء لما كان ماشي من وجه اخوه عيسو وشاف السلم وقال له ربنا لو انا رحت ورجعت تاني للمكان اللي قلت اللي احنا ساكنين فيه هعمل لك مسبح واقيمه لك. ونفذ الكلام بتاعه لما رجع واقام المسبح بتاعه. ويكون انت تكون الاله بتاعي. عايز تسمع ربنا؟ اعرفه كويس. افتح الكتب المقدسة واسمع صوت ربنا. وخليك متأكد لما تسمع صوت ربنا هو هيرسل لك الروح القدس اللي بيعلمنا كل شيء. النهاردة انجيل باكر بتاع الغني ولعازر. القصة عارفينها كلنا. يقول له الغني لما كان في الجحيم يقول له عايز اروح او خلي لعازر يروح يقول لهم ويكلمهم. فقال له السيد المسيح ايه؟ او ربنا قال له ايه؟ قال له عندهم موسى والانبياء. يعني دي كلمة الله. انت اللي مش عايز يسمع مش هيسمع. حتى لو قام واحد من الاموات وحصل معجزة مش هيقتنع. انت لو عايز تسمع خليك تلميذ. هتسمع من الكتاب المقدس. هتسمع لو ربنا بعت لك بشارة او بعت لك اعلان او صوت مع حد او بعت لك معجزة تحصل قدامك او مشكلة تحصل قدامك فتتعلم منها. ارجع اسمع وصير تلميذ عشان تتعلم. يقول لك كده الله يقاوم المستكبرين. ليه؟ خلاص انا فاهم كل حاجة، انا بطلت اتعلم، خلاص انا بقيت معلم، انا اعلم الناس، فخلاص كده بقيت مستكبر. عشان كده ربنا هيقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. الإنسان كل ما يعلى في المركز يتواضع أكتر. تعلم كده الناس اللي ما تعلى يتواضع أكتر فربنا يرفعه بزيادة. ربنا يرفعه بزيادة. يقول له لا تدين ولا ترائي. بلاش تدين. اسمع، اسمع الوصية واعمل بيها. شاول الملك اللي هو قبل داود اترفض من ربنا عشان ايه؟ قال له صمويل النبي ايه مسارة ربنا؟ ايه اللي يحب يفرح يفرح ربنا؟ تسمع صوته، تسمع الوصية، ولا تقدم ذبيحة او تقدم قرابين او تقدم عطايا؟ لا، اللي يسر ربنا يفرحه تسمع الوصية. يبقى اول حاجة نسمع. تاني حاجة تحفظ. يحفظ الإنسان، يحفظ، يحفظ أو يؤمن. يحفظ ويؤمن ويأمن بقى. يعني يعمل إيه؟
بولس الرسول النهارده يقول لنا ايه؟ ليحفظ سلام الله قلوبكم وبصائركم في يسوع المسيح. يعني الانسان عنده بصيره. ممكن الانسان يعرف بس للاسف ما يفهمش. ساعات ممكن واحد يجي له كتاب ويقرا وما يفهموش، عايز حد يشرح له. فمش كل المعرفه واحد يفهمها. فنعمل ايه؟ لما احفظ الوصيه، اامن بالوصيه، ربنا يعطيني بصيرة، عيني تشوف، عيني. ليه بقى؟ نؤمن لأننا سمعنا ونعلم، سمعنا ونعلم. يقول لنا كده محبة العالم عداوة الله. فلو انت حفظت هذه الآية مش هعمل، مش هحب العالم، مش هحب تعظم المعيشة. اللي ساعات الإنسان يقولك يسميه طموح، بس هو مش طموح، هو طمع، عايز أحسن حاجة، عايز أكون الأول، عايز يكون احسن واحد في الدراسة، احسن من مين؟ من اخواتك، من اللي حواليك. ده اسمه ايه؟ لا ده اسمه طمع، بس مش طموح. فالابراكسيس النهاردة كان بولس الرسول مع الولي وسمع منه على الايمان، بس بعدين اجل الكلام، ما حفظش الكلام، ما حفظ، لم يحفظه، لانه كان عايز مقابل انه ايه؟ يطلع بولس. هو مش همه الكلام المقدس، ومش عايز يسمع هنا عنده مين المال. كان عنده او عايز مال عشان يطلع بولس، ده اللي كان عايزه. يبقى تاني حاجة، احفظ، احفظ كلمة الله. السيد المسيح لما قابله واحد الشاب الغني وقال له ايها المعلم الصالح اعمل ايه عشان ارث الملكوت؟ اعمل ايه؟ قال له احفظ الوصايا. ادي اول حاجة، هي هو سمعها اكيد طبعا سمعها، واحفظ الوصايا. قال له حفظتها منذ حدثتي، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور. ففرح السيد المسيح وأحبه عشان سمع وحفظ الوصية، سمع وحفظ الوصية. يا ريت كلنا نحفظ الوصية، نسمع ونحفظ الوصية. ثالث حاجة بقى، يعمل الكرام أو الإنسان المسيح المؤمن يعمل. يعني إيه يعمل؟ يعني جهاد. هو ده اللي بنسميه الجهاد بقى، العمل بقى. يقول لك ايه هو؟ كل ما هو حق، كل ما هو عفاف، طهارة، عدل، سيد حسن، يعني اعمال كويسة. وايه الهدف من الاعمال دي بقى؟ لما انا اسمع الوصية واحفظها واعمل بالوصية، هدف العمل امجد الله، لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فأنا لما أعمل بالوصية أنا بمجد ربنا، بكرس بربنا للعالم. طب ويظهر إزاي العمل بتاعك والجهاد بتاعك؟ ليظهر حلمكم لجميع الناس. يعني أصبر كده وتأن على الناس، ما انفعلش بسرعة، ما أقومش بسرعة على الآخرين، لا أتأن كده واصبر شوية. اسمع من الطرفين، ما تسمعش من طرف واحد وتتاخد قرار غلط. اسمع من الطرفين، اهدى شوية، اهدى. أشعياء النبي قال لأحاز الملك كده، اهدى اهدى، متقلقش ولا يضعف قلبك، لا تخف، لا أي في، حتى لو جاي عليك هجوم أو في ضيقة أو حاجة جاية لك ما تخافش، اهدى ليظهر حلمكم لجميع الناس. ايه تاني الجهاد بتاعنا؟ ان احنا نعمل بالوصية بقى. سمعتها، حفظت الوصية، تعالى نعملها بقى. لا تشهد بالزور، لا تسرق، لا تقتل، وكل الوصايا اللي في الكتاب المقدس الجميل. ومن أعمال برضو الجهاد بالصلاة في هذا الصوم المقدس، يقول لك الصوم والصلاة. بلاش تقول الأعذار بقى، تعرف الإنسان ده جد منين؟ من العمل بتاعه، مش بيتكلم، ده بيعمل، أهو الجهاد، يصلي، ما يخش اعذار، اصل تعبان، اصل مش قادر اقف، اصل الاعذار بتاعه الانسان بتضيعه، مفيش عمل. طب يلا نصوم، اصل ما مش بقدر على الاكل الصيامي، اصل مفيش حد يعمل. يبقى انت مش عايز تجاهد، مش عايز تعمل. الانسان بيظهر فين؟ في عمله او في الشغل بتاعه الناجح، من عمله. الطالب الناجح بيسهر، بيتعب، بيشقى. الإنسان اللي بيشتغل في شغله بياخد عمل إضافي عشان يظهر أمام الناس وأمام الله، أمام الله وأمام الناس إنه عنده عمل، إنسان جاد في حياته الروحية. يبقى إحنا حتى النهاردة كده في إنجيل باكر
في العذر، العذر كان بيصوم، بياكل ايه؟ الحاجات اللي تتبقى من المائدة بتاعت الأغنياء أو الغني. فده استحق الملكوت انه يتنعم بعد كده. اما اللي عايش على الارض مش بيعمل، اللي هو الغني ده كان يتنعم، قاعد يتنعم، ما بيصومش، ما بيصليش، ما بيعترفش، ما بيعملش اعمال حسنه، ما بيساعدش الناس، قاعد يتنعم في الكسل. قلنا كده في شيطان الكسل ده خطير جدا، نحذر منه. كثره الصلوات تنجيني بقى، كثره الصلوات تنجيني. عشان كده الكنيسه طقسها جميل لو نمارسه كده، تلاقي في الصوم قداسات طويله شويه عشان اقعد مع ربنا، اقلل وقت اكلي واقعد مع ربنا، اصوم واسمع الكتب المقدسه. يبقى تسمع كده في الصوم المقدس، قراءاتك تبقى كتير. الكنيسه عامله النبوات، يعني تقرا في الكتاب المقدس بزياده، لكن مش صلاه بس، عشان الناس ما بتاخدش بالها في الصوم. اصلي كتير لكن ما اقراش كتاب مقدس، مش هينفع. النهارده عايز ترس الملكوت، عايز تسمع يديك الثمر بتاعك، اللي هو ايه؟ تسمع، تحفظ، تعمل. ثلاثة دول لازم. اسمع الاول، اقعد مع ربنا. سيد المسيح مدح مريم المجدلية ليه؟ هي عملت ايه؟ قعدت تسمع كلامه بس. يعني لما تقعد تسمع الكتاب المقدس يبقى انت كده تسر ربنا، هتحفظ بعد كده. وفي ليلة أبو غلامسيس كلنا بنكون موجودين ونسمع إيه؟ ونقرأ سفر الرؤيا. فإحنا بنتقدس والزيت بيتقدس. الزيت بيتقدس، مفيش صلاة عليه، ما صليناش على الزيت، لكن إيه؟ كتاب إحنا قريناه، كتاب المقدس، سفر الرؤيا، إحنا تقدسنا والزيت تقدس بإيه؟ بكلمة الله. يبقى النهارده عشان الملكوت ناخده ونرثه ونشوف ثماره، ثلاث حاجات: نسمع كلمة الله، نحفظ كلمة الله، ونعمل كلمة الله. الله يعطينا نحن نعيش هذه الأيام المقدسة في صلاة وجهاد وصوم.